لأن طبعا جماهير الزمالك عندهم طموحات كبيرة جدا وعندهم أحلام كبيرة جدا، طبعا عايزين ينافسوا في الدوري وعايزين ياخدوا الكاس وعايزين حتى البطولات الودية اللي احنا بناخدها مهمة جدا بالنسبة لنا، ولكن برضو عيننا عليهم، عينك برضو على الكونفدرالية لا بديل طبعا انك انت تاخد الكونفدرالية. انت مش بس بتصلح ببطولة واحدة مثلا تبقى كفاية، لا انت الموسم اللي فات انت محتاج تعوض الموسم ده، ما أكيد يبقاش بالنسبة لك عادي ان انا مثلا موسمين ورا بعض محققش بطولات، لا انت محتاج الفترة دي نشتغل على نفسنا اكتر، ان انت تاخد كونفدرالية، تنافس بشكل كبير جدا جدا، تعيد تصحيح المسار في الدوري، نعم تبقى كمان في نهائي الكاس لازم تقدم مباراة، أكيد مباراة مهمة قوي وصعبة جدا ومهمة قوي قوي بالنسبة للجماهير أكيد انك انت تفوز في مباراة في نهائي الكاس. الكاس مهم، وده بطولة احنا متعودين عليها، ده رقم واحد. في نفس الوقت انا بذكر الجماهير برضو ببطولة الدوري 2021 برضو عشان ما يبقاش فيه احباط. بالعكس احنا دلوقتي في الجولة الثامنة او التاسعة، لسه احنا في بطولة 2021. يمكن انا كنت في النادي وقتها في المطبخ وفي الاجواء، انت كنت المنافس كان فارق عندك 8 بونت، وانت اصلا كان موقوف القيد عندك، وانت اصلا 17 لاعب رحلوا من عندك، وقدرت ان انت تفوز بالبطوله وتتخطى الثمانيه بونت. فلسه انا عايز اقول ايه من المثال ده، عايز النموذج ده اقول ايه من خلاله، اقول ان لسه القصه طويله، لسه عندنا طب مشوار. امتى تقول ان امتى بالظبط؟ اديني ميعاد كده في الدوري تقول لي بص من الاسبوع ده او من الجوله دي انا اقدر اقول ان المنافسه هتبقى ما بين فلان وفلان 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 وفلان، اخر يعني اديني يناير، اسامي. اخر يناير اخر يناير تبتدي بعد تقول. العودة. ليه بقى؟ لان اخر يناير احنا هنبدأ نعيد ترتيب العديد من الامور داخل فرقة الكورة بشهادة الجميع، والاخبار اللي متسربة او الاخبار اللي متقالة من خلال المجلس اخبار مبشرة. انت عندك دلوقتي رفع قيد رقم واحد، طالما الف به رفعت قيد ده معناه ان انت هتجيبي صفقات، ده الف به. فصفقات انت هتجيبي صفقات في الحاله دي هتبقى عندك خيارات، او عندك ايه الشواغر اللي عندك، ايه الجهاز طب انت الفني مثلا قدم ايه كده. في الميركاتو الشتوي تفضل يبقى عندك تعمل ميركاتو شتوي وتجيب كذا صفقه، ولا تجيب مثلا صفقه احتياجاتي مثلا احتياجاتي احتياجاتي واجي على الصيف لا اعيد بقى حساباتي واشوف لا الدنيا انا تمشي ازاي؟ انا يعني انت من انهي مدرسه؟ انا من مدرسه ان الميركاتو الشتوي اشوف ايه النواقص اللي عندنا اللي المفروض اصلا كلنا عارفينها، تمام، وادعم. ومع الصيف هنبدا بقى ايه وضع جديد، وضع جديد خالص، ان انت هتبداي تقيمي الوضع بشكل كبير جدا. في نفس الوقت انا من انصار ان احنا نعتمد بشكل كبير جدا على قطاع الناشئين. انا من انصار ده، مش مع كثره الاجانب ولكن مع تصعيد اكبر عدد ممكن من الناشئين، وده اللي ماشي عليه الكابتن معتمد. وانا شايف ان ده بيبقى مع الموسم الجديد، مع بدايه فتره اعداد اللعيبه الموسم اللي حضرتك الجديد. بتقول عليهم التصعيد الناشئين وغير، انت اصلا من مدرسه برضو ان انا اللعيبه دول او بعض من اللعيبه اطلعهم اعارات ياخدوا خبرات اكتر، ياخدوا ماتشات اكتر، يكتسبوا خبرات اكتر، لان برضو بيبقى صعب جدا ان انت تاخد لعيب ناشئ طلعه مثلا الفريق الاول ياخد مكان حد اساسي موجود وبيلعب مع الفريق، فالاحسن ان انا اطلعه ويلعب ماتشات اكتر ويرجع لي بخبرات ويبقى خلاص ده من نفسه خد عدد من ماتشات اكتر وساعات اكتر و ولا لا يبقى موجود مع الفريق الاول؟ برضه حضرتك من انهي والله مدرسه يا بص، محمد؟ احنا موضوع الاعارات ده تعبنا. تعبنا في ايه؟ احنا بنطلع اعارات، الاعارات اللي احنا بنطلعها بيبرزوا وبيبقوا نجوم وبنحاول نرجعهم، بنصطدم بقى بايه؟ باتفاقات. يعني دلوقتي نجوم نجم الفريق في البلديه عايزين نرجعه، وفي كذا لاعب تاني معارينه عايزين نرجعه. فحته ان هو يكتسب خبرات انا معاها، ولكن برضو في تجربه 2021 احنا كان صعدنا اربع خمس لعيبه هم اللي شالوا معانا، لو نفتكر الفريق هم اللي شالوا معانا وما كانوش بره، ده كانوا بس طلعوا هي من برضو تحت. خلي بالك كان وقتها فيريرا ما عندوش اي حل تاني كنا ايقاف بالظبط. القيد موقوف، وكنا في كل حوالي 17 لاعب مشي، اللي مشي خالص اللي اعتقد الوضع مع الكابتن معتمد دلوقتي غير الوضع مع فيريرا تماما، فيريرا كان وضعه مختلف ووضع كابتن معتمد دلوقتي برضو مختلف تماما، وقتها ما كانش قدامه اي حل تاني ما عندوش اصلا، بالظبط لكن كابتن معتمد عنده عنده حلول. لذلك حلول. انا بقول ايه،
احنا نمشي الموسم ده ان شاء الله باذن الله لما القيد يترفع بصفقات احتياجاتك الضروريه في الفرقه عشان تكمل بيها البطولات اللي انت موجود بيها، مع بدايه الموسم الجديد تبدا الامور تتنظم بشكل اكبر، سواء مع ناشئين، سواء مع لعيبه جديده، سواء مع محترفين او كده. ولكن انت دلوقتي في وضع استثنائي، انا بعتبره ان ده وضع استثنائي. الوضع الاستثنائي ده بيتطلب مننا ايه؟ يتطلب مننا ان شاء الله باذن الله نعدي، زي ما انا كنت بقول من زمان، احنا نعدي، بس نحاول نعدي لحد ما نوصل يناير. ومع ناير، مع يناير، مع البطولتين الدوليتين اللي هنشارك فيهم في الامارات، مع توقف الدوري، مع كاس الرابطه اللي هنشارك بيه مثلا بفرقه الناشئين والكلام ده كله، هتبدا فتره التوقف دي. انا شايفها بالنسبه للزمالك بتاعه بطوله كاس الامم دي، شايفها عباره عن الاكسجين اللي هيخلينا نبدا نتنفس من جديد. لان احنا في ازمه، واللي يقول غير كده يبقى بيظلمنا. احنا في ازمه مؤقته، الازمه مؤقته ليها حلول. حلولها ايه بقى؟ ربنا كرمنا بفتره توقف طويله اللي هي بطوله افريقيا. فتره التوقف الطويله دي نبدا نعيد ترتيب الاوضاع مع الاخبار اللي جايه ان شاء الله باذن الله، هيكون في فك القيد وهيكون في صفقات جديده.